الجزائر جاي الجزائر بلد النور والوطنية شمس تملى الكون أفراح عدل وحب وحرية وحرية. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان انا في كل بدايه فيديو دايما بشكركم على تعليقاتكم وعلى دعمكم لقناتي، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم ودايما اعمل حاجات تنال رضاكم وتنال اعجابكم. والحقيقه اللي هو طلع بعد زيارته للجزائر عمل فيديو واتكلم عن الجزائريين واتكلم عن اللي هو شافه من معامله الجزائريين ليه. أنا تبعتين أنا أطلع من المكان. جاي الجزائر جاي الجزائر بلد النور والوطنية شمس تملى الكون أفراح عدل وحب وحرية وحرية. أنا إحساسي إني مبسوط جدا الحمد لله، وزرت الجزائر الحبيب، وإن شاء الله يعني في مفاجآت راح أحضرها في الحفلات إن شاء الله، وترقبوا في المهرجانات إن شاء الله. أنا يعني مجهز عدة ألبومات جديدة إن شاء الله للحفلات، وإن شاء الله راح تنال إعجابكم ويعني تسعدكم إن شاء الله. شفتوا كرم الضيافة اللي الجزائريين بيقابلوا بيه ضيوفهم؟ شفت المعاملة الحسنة اللي بيعامل بها الجزائريين كل حد يزور الجزائر سواء كان عربي او افريقي او مسلم او غير مسلم؟ شو قد ايه الشعب الجزائري شعب طيب وشعب كريم وشعب مضياف وشعب بيعرف يعامل الناس الزائرين والناس اللي جايين يزوروا بلده؟ شفت قد ايه بيحسن المعامله لكل واحد بيجي بلده سواء مسلم او عربي او افريقي سواء اي جنسيه بتيجي الجزائر او بتزور الجزائر بتكون المعامله بتاعتها على احسن معامله ازاي؟ شفت يا جماعه قد ايه الجزائر بلد جميله بلد عظيمه؟ انا بصراحه فخور بالجزائر وفخور بكل اللي بيعملوه الجزائريين مع كل الشعوب اللي بتزورهم واللي بتيجي بلدهم. يا رب حسن من خلق كل العرب، يا رب قلب من كل قلوب المسلمين والعرب، يا رب حسن من اخلاق العرب والمسلمين، يا رب علي من شان الامه العربيه والاسلاميه، يا رب اجعل الامه الاسلاميه والعربيه في احسن مكان وفي احسن وضع. قد ايه يا جماعه بلد الجزائر دي بلد جميله جدا، وقد ايه بلد عظيمه جدا، وقد ايه البلد العظيمه دي مش ليها بس تاريخ مشرف، لا ده كمان ليها حاضر مشرف، وان شاء الله هيكون ليها مستقبل مشرف. من كتر ما هم بيتعاملوا باخلاق وبيعاملوا الناس بحسن ضيافه وبكرم وبشهامه، الناس دي يا جماعه ناس طيبين فعلا وناس اصلة فعلا وناس عطائين فعلا وناس ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم الجزائريين ويحفظ بلد الجزائر ويا رب يديم عليهم نعمه حسن الاخلاق. الحقيقه ان انا في نهايه الفيديو مش لاقي اي كلام اقوله يعبر عن امتناني وعن فخري بالشعب الجزائري من حسن معامله، من كرم ضيافه، من قد ايه هو شعب مضياف، من قد ايه هو شعب عطاء، من قد ايه هو شعب بيعرف يعامل الناس، من قد ايه هو شعب بيقدر يحترم الناس، من قد ايه هو شعب بيقدر يحسن معامله الناس. يا جماعه الدين المعامله، الدين المعامله. انا فخور بالجزائريين وفخور بالجزائر وقد ايه الجزائر دي بلد عظيمه، ربنا يحفظها ويحفظ كل الجزائريين وربنا يبارك فيهم وربنا يديم عليهم نعمه حسن المعامله. انا في نهايه الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.